السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلأ يا شباب، على الطبيعة غير شكل. هاي قاعد نسوي لفة بطاطا مسلوقة، وراح نحط عليها بندورة. خيار، هاي البندورة حطها. وهذا الخيار يعني شيء يفتح نفس الموجاي على باب يستيقظ. وهذا النعناع، شوية نعناع. وهذا الفجل، جو غير شكل. حط رشة ملح، شوية فليفلة، فليفلة ناعمة. هاي شوية فليفلة ناعمة حامية عشان تعطي نكهة للأكل. راح ألف السندويشة ونبلش أشي. بسم الله الرحمن الرحيم. غير شكل ما شاء الله. وهاي معاها بصل. طبعا معاها لبن. وغير شكل. شو يا ادم الاكل طيب بالحديقة على الطبيعة؟ بالحال بالحال بالحال. شو قد تقيم الاكل فيش؟ 10 من 10. شلون الاكل يا حمزة طيب؟ يلا اشرب لبن. طيب الاكل؟ شو يا عاش عجبت الاكل؟ ومثل العادة طبعا كالعادة بعد الغداء كاسة شاي، أحلى كاسة شاي وكرك عجل مع رقوة. على هالجو الجميل والرائع، والولاد جنما قاعدين يلعبون بالحديقة، وجو غير شكل، شي يفتح الشهية على شربة شاي. شو بتحبون تقولون للمشاهدين؟ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.